شكلها يكون ايه؟ قطر معروف باللون الاسود والاصفر المخطط، لكن لابسين النهارده اللون الابيض، والسيليه باللون الازرق على يسار الساده المشاهدين، ونشوف مجدي الصديق ورفاقه النهارده هيعملوا ايه ضد فريق قطر. بدايه اللعب، وحمد العبيدي الظهير الايمن اللي بيلعب في هذا المركز وبيلعب ايضا كلاعب خط وسط، شفناه في خليجي 23 ايضا حمد العبيدي. على طول السيليه يبدا عمليه قص النبض، دخل فورا على التلت الهجومي، انطلق وتقدم لان عنده قول، ولكن دفاع السيليا في الوقت المناسب. جورج كواسي والبحث عن هجمه مرتده، البحث عن هجمه مرتده تعود من جديد. جاسم الهيل حارس المرمى الى ابراهيم جمال، منه لخالد محمودي، بيلاقوا بعض كويس لعيبه نادي قطر وبسرعه شويه، لكن الضغط في نص الملعب عليهم قوي. ادي الانطلاقه من جديد، السلام على المهاره الحلوه البسيطه الجميله من تيمور، لعيب كويس قوي، ولكن على طول عوده من الجبري في الوقت المناسب. محمد الجبري، ودي حمد العبيدي والضغط العالي اللي عمله، خدها بسهوله قوي. مجدي صديق الى واجنر يصوب، ولكن حائط صد من لاعبي نادي قطر. مجدي صديق برؤيته وخبرته يفتح عرض الملعب تاني على طول ناحيه الشمال، عبد الكريم سالم العلي اللاعب الدولي ايضا القطري من العلي كيمو نادي السيليه. نشوف واجنر ظهوره بيضيف الكثير، ادي عبد الكريم يتحرك في كل حته ما عندوش مشكله، يتعامل مع كل بوزيشن ما عندوش مشكله، وضربه الراس ما فيش مشكله. يا سلام يا سلام يا سلام، ايه يحول على طول الى ضربه الى انقاذ للموقف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. مجدي صديق سيليه ومحاوله العوده للمباراه. الدور الاول النتيجه كانت كبيره قوي، كان فوز السيليه بالخمسه، خمسة للسيلية في الدور الأول مقابل واحد، دلوقتي عايزين هدف من الخمسة. وادي التصويبة مجدي صديق، لكن عالية يا مجدي. على المرخية 1-0، وعلى المرخية تاني 1-0، وعلى الخرطيات 3-2. الآن يلعب مع أحد فرق المربع الذهبي. يا سلام يا حمد يا عبيد يا لعيب، يا سلام يا حمد، عمل تشينج دايركشن جميل، عمل فنت جميل، فرصة تعادل، فرصة تعادل، ولكن فاول فاول فاول، الغاء هدف لصالح الحقيقه من حكم اللقاء، الحكم عبد الله العزبه، حكام كاس العالم مع كلنا. لعب 29 مباراه مع الريان وسجل له 3 اهداف، هو مدافع قلب خط الظهر، شارك في كاس العالم 98، لكن الان بالنسبه له الهدف ولكن العارضه. لعيب مهم وخطر، لعيب مهم وخطر الحقيقه. جمال اسامه على طول سريعة وجامدة، اللعبة اللي فاتت تاني على طول، تحضير العمادي حضر للي جاي من ورا بشكل جميل، تحضير تاني على طول، استلام على الصدر. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن اللاعبين المؤثرين عن المشاركة مؤكد له تأثير، وهدف أول يا ولد يا ولد. اللاعبين المؤثرين جدا جدا جدا، ولكن واضح إن في خطأ. أدي هنشوفها تاني، لمسة يد ولا إيه؟ اعتبرها لمسة يد. وراشد بخيت، وانا ليا ملاحظه صغيره كده بس على الحكام هقول لحضراتكم عليها بعد هذه اللقطه، بعد اللعبه الخطيره دي. ولكن على طول اخر 7 مباريات، فاز في مباراه، تعادل في 3، خسر في 3، يعني جاب 6 نقاط من 21 في اخر 7 مباريات فريق السيليه، ومع ذلك هو داخل المربع الذهبي وبفارق 3 نقاط عن ام صلال. تصويبه قويه، لكن على طول ادريس وبيجمع لعب وبيلعب تحت ضغط، فالمكان ده افضل له ليه؟ المكان ده يقدر يجري منه يروح على الجون، ويقدر يعمل الباصات او التمريرات الحلوه فغيره يجيب جون، لكن قدام بيفقد ميزه التمريرات والتصويبه. هو يا سلام المناسب. شوف 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 شوف، عندما تواجد خيمينيز في الخلف توجدت مساحه، كره عرضيه جميله. هذه كده هنا استلم اهو بايده الشمال، هو بيحافظ على كورته، مش قاصد ياذي، في تردد شويه. وادي انذار، وعنده انذار قبل كده وكارت احمر، كارت احمر لمجدي صديق. سبحان الله، لسه يا مجدي كنت. محمد سالم الربيعي، عبد الرحمن اماميه من جديد، اماميه من جديد، فرصه تاني، فرصه تاني، فرصه تاني. لا 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 لا
واحد من مدربين المواطنين اللي كسب احترام الجميع، واكيد فوزه بلقب افضل مدرب وسط نجوم عالميين في التدريب يحسب له طبعا ويحسب للمدرب. ونادي ليه جماهيريه كبيره، ونادي ليه رصيد ايضا من البطولات. قطر بطل الدوري 3 مرات، وكاس الامير 3 مرات، كاس ولي العهد 3 مرات، واحد من الانديه الكبيره والعريقه، اول هداف في تاريخ كره القدم القطري. شقته ورده فعله ونزوله على الارض بشكل جميل انقذ الموقف لتاني مره. ادي العرضيه من تاني عبد الكريم، داموا في بعض الظروف، لكن تكون مركز بالشكل ده شيء جميل. ضربه ركنيه. ابوك يا ولد كان هداف من 45 سنة، كان جايب 10 اهداف سنة 73 في بطولة الدوري بمسمى الاستقلال باسم الملك سابقا. كان الاستقلال ضربة الرأس تاني. ركنية للسيلية. مباراة ازدادت سخونة مع انخفاض درجة حرارة الجو اكتر، على الاقل 3 دقايق وقت بدل ضايع. يعني لسه 10 دقايق. والسيلية ب10 لاعبين يؤدي اداء جيد. يواجه مشكلة الآن، 10 لاعبين والخسارة بهدفين. وعبد الله مبارك مدرب الفريق، تبديلاته كلها مناسبة تماما. أدي الركنية تاني من جديد. لو دروح مدرب الريان اللي هيلاعبهم الأسبوع الجاي في المدرجات، خسارتهم 2-0 لن تخدعه، لأن السيلية قادر على الفوز على أي حد. ضربة الرأس تاني تضيع.